كارلوس كيروش بقى يا كريم مع منتخبنا الوطني، لو تقولها لنا وتقول لنا رايك فيها. يعني هو الراجل اعتقد حقق ارقام نقدر نقول ان هي جاي مقبوله جدا في الفتره اللي هو اشتغل فيها. احرق قدام ليبيا كسب 1-0، بعد كده 3 اهداف ماتش اوي، بعد كده قدر يرجع قدام انجولا من هزيمه 2-0 وكسب الجابون 2-1. وانا مهم جدا جدا في ماتش انجولا اقول ليه دايما رجع، لان احنا يعني منتخب مصر في الاونه الاخيره يا احمد ما عملش كامباك كتير يعني. صح، ده دليل ان بيبقى عندك شخصيه. برافو عليك. ولا وكمان اللعيبه ما بتفقدش حماس الامانه في يعني مش الثقه في نفسها. المشكله بتاع الجهاز الفني بتاع الكابتن حسام بدري، تحس اللعيبه يعني انا اسف بيلعبوا بايه شكل موظفين، موظفين احنا اتغلبنا خلاص يلا مش مشكله وانتهى الموضوع. في مباريات نفس المباريات استقبل هدفين قدام انجولا، قدام ليبيا كانت شباك نظيفه في ال 180 دقيقه، وقدام الجابون النهارده استقبلنا هدف وحيد. استحواذ قدام ليبيا 65% 53 قدام الجابون، فبالتالي لحد ما مدير فني بيلعب على الاستحواذ ان الكره تفضل في رجلينا. التمريرات يعني بنعمل حوالي 563 تمريره قدام ليبيا، 475 برضه في ماتش الاياب، 389 قدام انجولا، 401 قدام الجابون. طبعا ما اقدرش نقارنه ببيتسو موسيماني، بيتسو موسيماني دايما ارقامه بتعدي ال 600 وال 700 تمريره في المباراه. ده بيلعب بشكل واضح على الاستلام والتسديد. بالظبط. والمحاولات برضه ارقامنا كويسه قدام ليبيا، 14 في اول مباراه 14 محاوله منهم 7 صح، في المره الثانيه 12 محاوله منهم 6 صح. قدام انجولا الرقم قل شويه 5، قدام الجابون النهارده 13 محاوله. يعني الاكس جي بتاع اهداف متوقعه 1.6 قدام ليبيا في اول ماتش، 2.7 قدام ليبيا في ماتش 0، بعد كده قدام انجولا طبعا اكيد الرقم ده قل بقى 0.8 قل شويه. النهارده من الجابون اعلى رقم او ثاني اعلى رقم 2.3، والعرضيات 25 قدام ليبيا، 12 قدام ليبيا، 14 قدام انجولا، 15 قدام الجابون. برده اعتقد اداء احمد ممكن نسميه اداء هجومي مقبول، وفترة كيروش مع المنتخب لغايه دلوقتي مقبول. الماتشين الاخر كمان يا كريم الارقام فيهم متراجعه قوي، يعني حتى الماتشين الاخر اللي هم قدام انجولا والجابون يعتبر انت فاقد الاستحواذ. يعني الماتش الاخير النهارده استحواذك 49%. ممكن يعني انجولا اهميته كنت لازم تكسب يعني تتعادل، بس انت مباراه ليبيا هو احلى ماتش عمله لليبيا بره ملعبنا. ده احلى ماتش كان جميل بصراحه ماتش في الاربع ماتشات، لكن الماتشين الاخر ما كانوش حلوين قوي. حتى محاولاتك قليله، انت في ماتش اللي فات ده عامل 5 محاولات، النهارده عامل 13. صح. مش ده برضو اللي احنا لسه مستنينه، بس برضو ايه لازم ندعم، ولازم الفتره دي ان الراجل نقف جنبه وندعمه كلنا كمصريين، لان هو لسه في البدايه، لسه بيحاول يلاقي التوليفه المناسبه. والبطوله العربيه برضو هتبقى تجربه ليه كويسه، معاك السودان معاك لبنان. وعايز اقول برضو حاجه مهمه، عشان برضو اكيد طبيعه الناس بتقارن ما بين الجهاز الموجود والجهاز اللي قبل. امان لغايه دلوقتي جهاز كيروش ما عملش خطا فادح، مفيش اخطاء فاتحه نقدر نحاسبه عليه. بنختلف